السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حبايبي مرة جديدة. النهاردة إن شاء الله معانا موديل سهل وبسيط جدا، ما بياخدش وقت، غرزه سهلة لأن هو يعتبر من الموديلات اللي الغرز بتاعتها مفرغة شوية. احنا معانا الكوفية اللي انتوا شفتوها في أول الفيديو، حلو جدا إن الكوفية تكون شوية مفرغة، ما ينفعش إن هي تكون ماسكة نفسها قوي علشان تكون سهلة في اللف، سهلة في اللبس، وما تكونش كمان مضايقة اللي لابسها إن هي ناشفة على ناشفة في اللبس ويكون شكلها مش حلو. كمان الشكل كمان بيكون مهم، جنب إن هي تكون مريحة وبتدفي لازم كمان يكون شكلها حلو. انا معايا الخيط ده النهارده، طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا خيط جانجا ومعايا خيط ساده. انا هبدا معاكم بالخيط الساده وكمان هكمل شغل بالخيط الجانجا، عشان حابه ابدا معاكم بالخيط الساده علشان الغرز تكون واضحه بالنسبه لكم. الخيط الساده معايا اليز لانا جولد. انا بستعمل في العادي مع الخيط ده، لو انت عايزه الغرزه تكون ماسكه نفسها شويه ممكن تستعملي ابره من 4 لـ 4.5. لو انت حابه طبعا زي ما احنا هنشتغل شويه ممكن تكبري مقاس الابره في الغرز الواسعه او اللي عايزاها تكون مريحه شويه مش ماسكه نفسها او في بينها فراغات، ممكن تبداي من 5 وممكن كمان لحد 5.5. الخيط سمكه يستحمل 5.5 كمان، تمام. ومعايا الخيط ده خيط لندن، ده خيط تركي برضو بس بيكون بالوزن، سمكه يعتبر برضو مش رفيع، يعني برضو مع ان الشلة 250 متر بس مش في سمك الهيمالايا، هو ماسك شوية نفسه عن الهيمالايا، يعتبر ارفع من اللانا جولد شوية لكن يعتبر برضو من الخيوط الوسط. الشلة نفسها الشلة الفتلة نفسها ماسكة متماسكة ومنفوشة مش ضعيفة، 250 متر 100 جرام. وكمان ممكن نستعمل ابرة مقاس من 4 لـ 5، يعني المقاس ده ممكن نستعمل مع الخيط ده ابرة مقاس 5 تكون مناسبة جدا، وممكن طبعا زي ما انا قلت لكم نزود شوية لحد 5.5 علشان لو احنا حابين ان الغرزة تكون مريحة والكوفية تكون مش شادة وماسكة نفسها، تمام كده. انا هبدأ شغل بالخيط ده اللي انا جولد السادة علشان تشوفوا الغرز، وهكمل ان شاء الله وهوريكم الكوفية في الاخر وانا شغلاها بالخيط الجانجا هيكون شكلها ايه. انا عاملة حسابي للكوفية على 3 شلات، هشوف الكوفية هتاخد الـ3 شلات كاملين ولا هيتبقى منها حاجة، وهنوزنها مع بعض في الاخر نشوف اخدت قد ايه. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنعملها هنعمل غرزة البداية او عقدة البداية زي ما انتم شايفين. بعد كده الغرزة دي بتتكون من مضاعفات رقم 3 زائد 1، يعني هنفضل نعد تلاتات وهنزود غرزة فوق كل العدد الكلي الإجمالي، هنزود غرزة واحدة كمان، وهقول لكم بعد شوية لما نشتغل الغرزة اللي زودناها دي كان إيه لازمتها وزودناها ليه، تمام كده. يعني طبعا الكوفية لما ببدأها انا بحب الكوفيات تكون عريضة شوية، مش حلو قوي ان الكوفية تكون كنزة، يعني زي ما انا قلت لكم الكوفية لحد 20 سنتي ده المقاس المناسب او الطبيعي للكوفية، ممكن من 18 لـ 20 كمان، لكن لو انت زودتيها لـ25 او حتى 30 سنتي بتعتبر كوفية مميزة وبيكون شكلها كمان احلى. وكمان في حاجة، الغرزة اللي احنا هنشتغلها دي غرزة فيها فراغات كتير، فمستحب ان انت تزودي مقاس الكوفية لحد حتى 30 سنتي. طبعا انا هوريكم الشكل النهائي في الاخر بيكون شكله عامل ازاي، بيكون شكلها حلو وكمان مع الفراغات اللي فيها او الفتحات بتدفي كمان وفي نفس الوقت شكلها لذيذ. اول حاجة هنعمل مضاعفات رقم 3، هو انا ما بعملش رقم معين، انا بفضل اعد تلاتات، يعني اهو 1 2 3، وبعد كده بقيس 1 2 3، بعد كده بقيس بالمزورة بشوف العدد اللي انا وصلت له ده او الشكل اللي انا وصلت له ده بقى كام سنتي، وعلى اساسه بحدد 1 2 3. كده انا كررت رقم 3 اهو لحد ما وصلت. دي هتكون معانا مجرد عينة، يعني مش دي الكوفية اللي انا هشتغلها، انا حابة الغرزة دي زي ما انا قلت لكم زي الشال اللي قبل كده اللي احنا اشتغلناه مع بعض. الناس اللي بتدور على غرز مناسبة للخيط الجانجا الغرزة دي مناسبة جدا، فانا هشتغل معاكم بس العينة دي وبعد كده هوريكم الكوفية اللي انا اشتغلتها بالخيط التاني، تمام. ادي مضاعفات رقم 3 وهناخد غرزة واحدة بس، تمام. بعد كده هنشتغل عمود عادي بالارتفاع العادي بتاعه اللي هو هسيب 1 2 3 سلاسل بس، هسيب 3 بس
مش اكتر من كده. انا مش محتاجه هنا جنب الحرف الفي الاولاني مش محتاجه اي فراغات، مجرد ان انا هشتغل عمود عادي، هلف الخيط على الابره اهو واعد 1 2 3 وهاجي في رابع عمود اهو وهشتغل في رابع سلسله هشتغل عمود عادي تمام. وبعدين هاخد سلسله وفي في نفس السلسله بالظبط هشتغل عمود كامل بلفه كمان، هيبقى معايا في نفس المكان عمود سلسله عمود، واخدت الارتفاع اهو زي ما انتم شايفين. انا مش محتاجه فراغ جنب الارتفاع ده، وهوريكم الشكل في الاخر بيكون عامل ازاي. يبقى انا اشتغلت سبت 3 سلاسل وجيت في السلسله الرابعه اشتغلت عمود وبعدين سلسله وفي نفس الغرزه اشتغلت عمود تاني. بعد كده مش هاخد اي غرز او اي سلاسل بعد العمود التاني، هسيب بس قصاده، هلف الخيط على الابره كده وهسيب قصاده سلسلتين من تحت 1 2 وهاجي في الثالثه اهو وهشتغل عمود بلفه وبعدين وراه سلسله وبعدين في نفس السلسله هشتغل عمود كمان بلفه اهو. شايفين العمود سلسله عمود في نفس السلسله، وبين كل حرف في والتاني مفيش اي حاجه، انا بنقل من الغرزتين من الغرزه دي اللي هي حرف الفي ده على الغرزه اللي بعديها مباشره، بسيب بس تحت السلسلتين، وده هيكون في اول سطر بس، لان بعد كده هنشتغل كله في الفراغات فمش محتاجين ان احنا نسيب، هيطلع كل الدور اللي بعد كده كله في الفراغات، هو بس اول سطر بس، وبعد كده الموضوع بيكون اسهل بكتير. خلاص انا اشتغلت العمود اهو، هلف الخيط على الابره هسيب اهو ادي سلسله وادي الثانيه، هاجي في الثالثه اهي وهشتغل عمود بلفه وبعديه سلسله وبعدين عمود تاني بلفه تمام. مش هاخد بعد الغرزه دي اي حاجه خالص، مش هاخد بعديها سلاسل خالص، هلف الخيط على طول مباشره هسيب سلسلتين تحت وهاجي في السلسله الثالثه وهشتغل عمود بلفه وبعدين سلسله وفي نفس المكان هشتغل عمود بلفة كمان تمام. اوريكم الشكل، الشكل بقى عامل معايا كده اهو كأنه حرف في، وكمان لما بتطلعي بالسطر التاني والتالت والرابع الغرزة شكلها بيكون اوضح بكتير، بتكون وضحت عن كده، لان انت بعد كده بتشتغلي في الفراغات اللي هي في حرف الفي في النص دي تمام. يبقى الغرزة بتاعتنا بتتكون من مضاعفات رقم 3، وبعد ما بعد كله تلاتات وبقيس بالمزورة لو انا هشتغل كوفية او هشتغل اي حاجة هي مضاعفات رقم 3، وبعد ما بناخد مضاعفات رقم 3 بنزود سلسلة واحدة بعد ما بناخد الطول المناسب. بعد كده بسيب 3 سلاسل بلف الخيط على الابرة وباجي في السلسلة الرابعة بشتغل عمود بلفة ووراه على طول سلسلة وفي نفس الغرزة بشتغل عمود تاني بلفة. لما باجي انقل للغرزة اللي بعدها ما باخدش اي مسافات او باخد اي سلاسل، بنقل على الغرزة اللي بعدها مباشرة. الغرزة اللي بعدها بتكون في ثالث سلسلة، يعني بعد الغرزة حرف الفي ده بسيب سلسلة والتانية وباجي في الثالثة بقوم شغالة عمود تاني ووراه سلسلة وفي نفس الغرزة بشتغل عمود تاني، بيقبل عمودين في نفس الغرزة بالظبط، وبنقل بعد كده لكل الغرز. هكمل السطر ده كله وهرجع لكم علشان كمان اقول لكم فايدة السلسلة اللي احنا بناخدها بعد مضاعفات رقم 3، وكمان علشان نقفل السطر مع بعض ونعمل ارتفاع ونطلع بالسطر التاني تمام. كده رجعت لكم بعد ما خلصت الشغل على السطر كله، انا اشتغلت السطر كله بنفس الشكل اللي قلت لكم عليه. بعد كده وصلت لاخر سلسله، يعني انا بعد ما اشتغلت طبعا لو العدد مظبوط معاكي هتلاقي فعلا اتبقى سلسله في الاخر. السلسله اللي في الاخر دي انا بعملها علشان هاجي في اخر سلسله اهو، بصوا الشكل اهو، الشكل بقى عامل كده اهو، واشتغلت كله وفي الاخر اتبقت السلسله دي. السلسله دي بعد اخر حرف في اشتغلته او غرزه الفي دي هلف الخيط على الابره وهاجي في اخر سلسله وهشتغل عمود واحد بس بلفة. ليه بقى؟ علشان حرف السلسلة اهو، عشان حرف السلسلة يكون طالع عشان يكون طالع متساوي كده، ما يكونش فيها طبعا مش هختم بفي وارجع ابدا بفي، لان انا لو قفلت بحرف الفي هنا وبعدين اخدت ارتفاع بعد كده، طب ما هيكون هنا في ارتفاع وهنا، لازم الشكل يتظبط على كده ان انتي
هنا في عمود في اول القطعه او الشغل اللي انا شغلاه عشان الحرف يطلع متساوي، وكمان في عمود في اخر القطعه. لازم العمودين يكونوا ماشيين قصاد بعض بالظبط علشان القطعه حرفها يكون متساوي. خلاص انا اخدت اخر عمود في الغرزه اللي انا قلت لكم عليها. بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل، والثلاث سلاسل دول اللي دايما بقفل فيهم وبعتبرهم عمود كامل بلفه. انا اخدت 3 سلاسل اهم، بعدين بلف الشغل. اول حاجه هعملها او اول مكان هشتغل فيه هلف الخيط على الابره وهاجي في حرف الفي. طبعا حرف الفي بيكون واضح من هنا اهو، ولو قلبتيه هتلاقي نفس الشكل بالظبط بس ظهر العمود طبعا. وزي ما قلت لكم طالما شغالين رايح جاي الغرزه ملهاش ظهر وملهاش وش، وشها زي ظهرها مفيش فرق بينهم تمام. بس انت لما بتلفي الشغل بتشتغلي على ظهر العمود وترجعي تلفي تاني تشتغلي على ظهر العمود اللي قبله، فبيكون الناحيتين زي بعض اهو. انا كده لما لفيت القطعه اهو حرف الفي واضح بالنسبه لي اهو اهو زي ما انتم شايفين. هاجي على الفراغ اللي بين العمود سلسله عمود اللي هي السلسله اللي في النص دي اهي، شايفين هاجي هنا وهدخل هنا اهو وهشتغل غرزة الفي بتاعتي اللي هي عمود وبعدين سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل عمود تاني تمام. يبقى الشغل كله هنا هيكون في الفراغات، كل غرزة في هتقابلني هشتغل فيها غرزة في جديدة. وغرزة الفي هنا بتتكون من عمود ووراه سلسلة، وفي نفس الغرزة او في نفس الفراغ هنشتغل عمود تاني. يبقى بعد كده الشغل كله هيكون في الفراغات فوق بعض، مش هشتغل في اي راس عمود ولا في اي مكان تاني غير في الفراغ اللي هو بتاع حرف الفي ده. اهو هلف الخيط تاني، هاخد غرزة كمان اهو، وبعدين سلسلة، وبعدين غرزة كمان تمام. أهو كل حرف في هيقابلني اهو، هلف وهدخل هنا اهو وهشتغل عمود وراه سلسلة وبعدين عمود كمان تمام. وبعدين اهو حرف الفي تاني، اشتغل عمود اهو، بدخل فين بقى اهو نفس المكان اهو، شايفين بدخل فين؟ انا ما خدتش وراها، نركز لان ممكن تنسي وتكملي العمودين من غير ما تاخدي بينهم السلسله. السلسله دي مهمه جدا، هي اللي بتحدد لي الفراغ او بتكونه لي اللي هو بشتغل فيه بعد كده السطر اللي بعده تمام. كمان مره اهو انا بشتغل فين اهو زي ما انتم شايفين، بلف الخيط كده وباجي على المكان ده اهو، بدخل فيه اهو وبشتغل عمود كامل بلف، بعدين سلسلة، باجي على نفس المكان اهو، شايفين الغرزتين طالعين منين، بشتغل عمود تاني بلفة. لما باجي انقل على الغرزة اللي بعدها ما باخدش اي سلاسل، فكركوا تاني علشان مش كله تقعدوا تاخدوا بعد كل عمود سلسلة وكده وتلاقوا الفراغات او الكوفية طلعت معاكوا او الشغل طلع معاكوا على واسع، هيكون شكله مش حلو خالص. اهو انا عملت حرف الفي، بلف الخيط مباشرة، ما باخدش اي سلاسل ولا اي حاجة، وباجي على حرف الفي اللي بعده اللي هو ده اهو، بدخل فين اهو كده اهو شايفين، وباخد عمود وراه سلسلة على طول في نفس المكان اهو شايفين. انا بحاول اوضح لكم الغرزة عشان تشوفوها كويس تمام. انا هكمل السطر ده وهرجع لكم تاني علشان نقفله مع بعض ونطلع بالسطر الجديد ونشوف الشكل انتهى معانا على ايه. خلاص كده انا اشتغلت السطر التاني زي ما انتم شايفين، القطعه بقى شكلها كده اهي تمام اهو. دي اخر حرف في هشتغل جواه في الفراغ بتاعه، هلف اهو هاخد الغرزه بتاعتي اهي. الغرزة دي برضو عايزة زي الجراني بالظبط، عايزة ايد مريحة، مقاس الابرة يكون اكبر من المقاس. يعني لو انا هشتغل الخيط ده باربعة ممكن اشتغله باربعة ونص او بخمسة كمان، لان الغرزة دي من الغرز اللي المفروض تكون طرية شوية ومريحة في اللبس تمام. خلاص بقى هقول لكم اهو، هقول لكم طبعا الغرزة اهي تاني كانت فايدتها ايه. العمود اهو هنيجي، هو بيتكون من 3 سلاسل، هيجي في السلسلة الثالثة اهو وهشتغل عمود بلفة علشان اختم السطر ماشي تمام
هي السلسلة اللي قلت لكم عليها دي، الارتفاع اللي انا خدته في الاول. لما نيجي نشتغل السطر ده كله ونقفل في الاخر، هنشتغل في الارتفاع اللي انا دايما باخده في الاول، هيكون فوقيه على طول عمود، علشان كده بحسب الارتفاع عمود. تمام كده، اهو هلف الخيط. انا اهو كنت عامله ارتفاع في السطر اللي قبله 3 سلاسل، هم دول اللي هقفل فيهم. هاجي على السلسله الثالثه وهشتغل، نظبطها، هاجي على السلسله الثالثه اهي وهشتغل عمود بلفه اهو، علشان الحرف بتاعي يكون طالع منتظم. تمام كده خلاص. بعد كده هاخد 3 سلاسل ارتفاع وهلف الشغل تاني اهو، وهيقابلني بقى اول ما الف الشغل. طبعا ما بشتغلش حاجة، انا اشتغلت الارتفاع خلاص ولفيت الشغل. اول حاجة بتقابلني بعد ما بلف الشغل حرف الفي اللي انا كنت شغلاه في السطر اللي قبله. بقوم لف الخيط على الابرة وابدأ شغل على طول جوه الفراغ بتاع حرف الفي. تمام، ووراه سلسلة. تمام، بعدين حرف الفي كمان في نفس المكان، وبعدين ننقل على طول من غير ما ناخد اي خطوات تانية ولا اي غرز على حرف الفي اللي بعده هنشتغل فيه، وبعدين سلسلة، وبعدين اهو عمود في نفس الفراغ على طول على اللي بعده اهو، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود كمان. تمام، ده السطر الثالث. انا هشتغل اكتر من سطر وهرجع لكم علشان نشتغل اخر سطر مع بعض، واوريكم ازاي السطر بنقفله وبنطلع باللي بعده، وكمان علشان اوريكم الكوفية اللي انا اشتغلتها بالخيط الجانجا، اوريكم شكلها بقى عامل ازاي، وكمان علشان نقفلها مع بعض. تمام، ده الشكل النهائي للقطعة اللي انا اشتغلتها معاكم. طبعا انتي لو هتعليها لفوق خلاص بقت كوفية، الحرف بتاع القطعة متساوي جدا اهو، مفهوش اي مشكلة اهو، والحرف من الجنب التاني برضو متساوي اهو، اهو مفيش اي مشاكل في القطعة خالص. تمام، هوريكم بقى الكوفية اللي انا اشتغلتها، بس هوسع لكم الكادر شوية علشان تقدروا تشوفوا الكوفية كاملة، وعلشان كمان نوزنها مع بعض ونشوف الوزن بتاعها قد ايه. كده زي ما انتم شايفين انا اشتغلت الكوفية اللي قدامكم دي بنفس الشكل طبعا، بس زي ما انا قلت لكم في الاول ما حبيتش ان انا اشتغل بخيط جانجا قدام الكاميرا عشان الغرز تكون واضحة ليكم، وتعرفوا الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها الغرزة والدنيا تطلع مظبوطة معاكم. فانا بشتغل لكم الاول على خيط سادة، وبعد كده بوريكم الشكل النهائي لو انا اشتغلته على خيط فيه الوان كتيرة عشان يكون الشكل النهائي كمان واضح ليكم. تمام، انا اشتغلت الكوفية اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا هقيس لكم طبعا الطول والعرض بتاعها اهي، شايفين هي طويلة، هي كده متنية نصين. تمام، انا هقيسها متنيها كده 4 اهي علشان تكون كاملة قدامكم. طبعا انا اشتغلت لحد اخر فتلة اهو، وكمان ما فصلتش الخيط، هي حتة كده حوالي متر او متر ونص اتبقت معايا، هركنها على جنب كده علشان هقفل بيها بقية الكوفية. لو انت حابة ان انت تعملي للكوفية دي شراشيب، يا هتزودي في الخيط يا هتقللي في طول او عرض الكوفية علشان يتبقى معاكي خيط. هي الكوفية دي ما اخدتش طبعا ال3 شلات، هو ال3 شلات عشان انا لقيت الطول كده بقى مناسب. انا اشتغلت كمان فردة الجوانتي دي خلاص، هما دول كده ال3 شلات اللي كانوا معايا، اشتغلت الفردة دي، يعني ال3 شلات كفوا الكوفية دي وفردة الجوانتي دي. تمام كده، انا طبعا هقول لكم الطول وهوزنها لكم، يعني انا اول ما وصلت للطول المناسب رحت موقفة شغل وقفلت على كده، واتبقى جزء رحت عامله الفردة دي. طبعا لو انت خلاص هتعملي شراشيب، الجزء اللي اتبقى هنا من فردة الجوانتي هتدخليه في الشراشيب، ويبقى الكوفية دي بالظبط اخد 3 شلات بالظبط، ال3 شلات اللي احنا كنا شغالين بيهم. تمام كده، تمام كده، انا اهو معايا المزورة، انا كده اسماها تانيها 4 مرات، يعني الرقم اللي انا هقيسه هيطلع عشان بس اقيسها كلها قدامكم اهو، 45 سنتي، يعني الكوفية دي 45 في 4 تانيات، الكوفية دي طولها بالظبط 180 سنتي. العرض بتاعها اهو، العرض بتاعها 27.5، يعني حوالي 28 سنتي.
تمام. المقاس مش صغير على فكرة، زي ما انتوا شايفينها على ايدي ومتطبقة اهو. انا اديتكم المقاس، كمان هنوزن الكوفية نشوفها اخدت خيط قد ايه. الميزان بتاعي اهو، الكوفية اخدت 284 جرام، يعني 3 شلات الا حاجات بسيطة. تمام، نشوف الخطوة اللي جاية هنعمل ايه. خلاص انا مش هركب شراشيب، وكمان مش هسيبها مفتوحة بالشكل ده. انا هعمل الكوفية دي انفينيتي، ممكن طبعا تتلبس كده عادي، كوفية عادية جدا من غير شراشيب، وكمان ما اقفلهاش عادي تتلبس عادي. تمام، انا معايا الابرة بتاعتي اهي، وكمان معايا ابرة التنظيف المعدن اهي. تمام، ممكن تقفلي الكوفية دي بإبرة الشغل العادي، وممكن تقفليها كمان بإبرة التنظيف. تمام، احنا هنقفلها مع بعض بمنزلقة اهو، قربت لكم علشان الموضوع يكون واضح ليكم. هنقفل بمنزلقة عادي جدا، هنختار هنا الغرزة اللي احنا هندخل فيها، اللي هي اول غرزة في السطر، وكمان اهي اول غرزة في السطر اللي انا هشتغله اهي. تمام، وهعدي الخيط كده اهو، وبعد كده كل غرزة هتقابلني اهو، في غرزة اللي هي بتاعت حرف الفي دي اهي، وقصادها الغرزة التانية اهي. وتريحي ايدك وانتي شغالة بمنزلقة زي ما انا قلتلك، ممكن برضو تقفليه بابرة التنظيف اهي. لو المنزلقة ان انتي تدخلي في حرف الفي صعبة بالنسبة لك، او محتاجة تركيز اكتر وانتي هتتضايقي ان انتي تعمليها، بابرة التنظيف كأنك بتخيطي وقفلي اهو، كل غرزة قصاد الغرزة بتاعتها الناحية التانية، وهتشتغلي منزلقة اهي وغرزة اهي. هتلاقي الغرز، انت مجرد ما بتحطي الجنبين على بعض كده بتلاقي الغرز مقابلين بعض والدنيا سهلة اهي. ادي غرزة، ادي غرزة قصادها، وهتقفلي بمنزلقة. حتى الخيط لونه كمان مختلف اهو عشان يكون واضح بالنسبة لك. غرزة اهي، ساعة الغرزة بتقابلك في السلسلة اهي. احنا كده كده كنا شغالين ومريحين ايدينا، عشان كده هتلاقي الغرز واضحة بالنسبة لك. تمام اهي، انا هكمل تقفيل لحد الاخر، وهرجع لكم تاني علشان اوريكم الشكل النهائي للكوفية وصل لايه. بس كده انا اشتغلت على الحرف كله بمنزلقة، ثبت الناحيتين مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. انا بوريكم الجنب ده عشان اختلاف الالوان، واضح الغرزة اهي. تمام كده، دي اخر غرزة، الكوفية كده اتقفلت على بعض، بقت زي دايرة كده اهي. وبعدين باخد غرزة تثبيت وبشد الخيط، الخيط ده هنداريه بغرزة، هنداريه بابرة التنظيف جوه الكوفية. حابة اوريكم بس الكوفية الشكل النهائي ليها اهي، هي كده متقفلة من جوه اهي، مظبوطة الناحيتين مظبوطين على بعض. ساعات تيجي تقفلي ممكن غرز تخونك وما تكونش قصاد بعض، وتلاقي جنب طول عن التاني، خلي بالك من النقطة دي اهي. طريقة لبس الكوفية بقى، طبعا هي بتتلف كده، هي كده اهي مفتوحة، بتلفيها كده اهي، شايفة كده تمام، وبتمسكي اهي. ده الخيط اللي هنداريه لسه، طبعا بتتلف حوالين الرقبة، وزي ما قلتلك ممكن تسيبيها مفتوحة عادي مفيش مشكلة، في الميزان عشان تشوفوها اهي. ممكن تسيبوا الكوفية مفتوحة وتبقى وشايفة ان طولها كده كويس، 180 لحد مترين بتكون كويس جدا في طول الكوفيات. ممكن تقفليها انفينيتي وتلبسيها بالشكل ده حوالين الرقبة زي ما انتم شايفين. ده شكلها النهائي، وده الجوانتي اللي انا اشتغلته معاها. تمام، ووزن والمقاس وزننا مع بعض وقسناها مع بعض عشان نعرف وزنها وبتاخد خيط قد ايه وطولها وعرضها.
هي كده جاهزة خلاص على اللبس. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم، وسهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. دايما بتشتغلي الكوفيات والحاجات دي بإبرة شوية مقاس اكبر من المقاسات المناسبة للخيط، علشان تكون مش شدة، ما تكونش ناشفة وانتي لابساها، تكون مريحة شوية. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تنفذوها وان هي تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. هستنى رأيكم في التعليقات، وكمان اللي عجبه الفيديو يدوس لايك، واللي لسه ما اشتركش وبيشوفني لاول مرة يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، ويفعل الجرس علشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله.